في مقدماتها: أولا، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الشبكة الوطنية للمخابر تضم كل المخابر العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية وبما فيها المخابر وزارة التجارة، وأيضا كل مخابر القطاع الخاص، من أجل تعزيز عملية مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المحلية أو المستوردة. لأول مرة وزارة التجارة تفتح إمكانية منح هذه المخابر الاعتمادات، لأنها هي جزء لا يتجزأ من هذه الشبكة، لأن الشبكة المخبرية لكارتوغرافي دي لابوراتوار كما أشرت سالفا تضم كل مخابر وزارة التجارة، تضم كل مخابر القطاعات الوزارية المختلفة، وتضم أيضا مخابر القطاع الخاص، لكن الشرط المطلوب منها أن تكون معتمدة من أرجيراك لتكون تحليلاتها ذات طابع دولي. المنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وقمع الغش والرقابة الاقتصادية، واستعدادها الكامل للمشاركة الفعالة في إشغال كل اللجان والورشات تهدف إلى تحقيق ذلك. أول مرة منذ بداية هذه المخابر في الشغل فتحنا لها إمكانية الاعتماد، لأن الآن تشتغل فيما يسمى برخص، الآن طينا لها إمكانية الاعتماد، وهذه العملية تتم عن طريق النت باش ما يدخلش حتى منتوج إلى السوق الجزائرية، لابد يكون معتمد سواء محلي أو مستورد، باش يعتمد لابد تلك المخابر تكون عندها ما يسمى بالصفة الدولية، لأن ما يمكنش يجي منتوج من الخارج ومخبر ليرفضه يدخل الجزائر ومخبر ليس له اعتماد دولي. نصل أن نكون جدار حصين لحماية صحة المستهلك، اللي هي خط أحمر لا نقبل بأي حال من الأحوال المساس بها.